رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وكان السؤال قبل الفاصل لكابتن اسامه عرابي عن تشكيل النادي الاهلي. يعني قبل ما اتكلم في التشكيل، طبعا مباراه مهمه لانها بطوله، بطوله كاس، احنا خدنا الدوري الحمد لله، وعندنا طبعا بطوله افريقيا الاسبوع الجاي النهائي، ودي البطوله الثالثه اللي هي كاس مصر. فواضح طبعا ان مستر موسيماني حاطط 70 80% من التشكيل في القايمه كلها، لكن يمكن البدايه مريح بعض اللعيبه من الاساسيين على اساس ان الماتش لو مشي سهل التغييرات تبقى يعني برؤيته تبقى اسهل من لو الماتش اتعقرب شويه. لو الماتش مشي سهل هتلاقي مثلا الناس اللي قاعده احتياطي زي قفشه، زي ديانج، زي اشرف، ايمن اشرف، زي مروان محسن، اللي هم يعتبروا شبه حسين الشحات، اللي هم شبه اساسيين، هينزلوا بقى فترات يعني قليله شويه، مثلا تلت ساعه، نص ساعه، لكن لو الماتش اتعقرب ممكن في ناس تاخد جزء كبير. وجود فهو احمد تشكيل نبيل مانجا في نص الملعب هل هيكون ليه تاثير على اداء الفريق في نص الملعب؟ احمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا هو طبعا وناشئ من ناشئين النادي الاهلي، يقال ان هو في 19 سنه 19 سنه مع كابتن ربيع في المنتخب. انا بصراحه ما اتفرجتش عليه او مش عارفه يعني، لكن هنشوف اداؤه ان شاء الله في المباراه. بالنسبه للتشكيل، هو منزل العربي بدري طبعا، باكرايت هو لعب كتير، لعب قبل كده، واحمد نبيل كوكا، الباقي كله المجموعه بتلعب طوال السنه يعني بعض المباريات، لكن اللي هم الاساسيين الشناوي، ياسر ابراهيم اللي انا بتكلم على الفتره الاخيره، ايوه الى حد كبير طبعا حمدي فتحي، وليد سليمان كان الاحتياطي الاولاني في معظم المباريات وكان طبعا دوره كبير جدا. بقيه الفرقه محمود وحيد يمكن ما لعبش ماتشات كتيره، لكن هو اللي على طول بعد معلول. رامي ربيعه راجع من اصابه طويله، لكن ممكن هو عايز يطمن عليه لانه ما فيش غير ياسر ابراهيم وايمن اشرف في التشكيل. في بالنسبه لافريقيا، في حمدي فتحي ونبيل كوكا في النص، الشيخ وليد سليمان وجيرالدو وبادجي قدام. طبعا الاربعه لعبوا ماتشات كتيره في الدوري، واعتقد ماتش بالنسبه يعني زي ابو قير الاسمده، مع احترامنا الكامل ليهم، ممكن طبعا يحصل مفاجآت. لا، وان كنت طبعا اتوقع ان النادي الاهلي لو جاب جون بدري الموضوع هيتسهل كتير ان شاء الله. كابتن الكاس هيحاول يطول الماتش على قد ما يقدر باذن الله. ان شاء الله احنا ننهي من الاول باذن الله. بالنسبه للتشكيل يعني الى حد كبير يعتبر جيد بالنسبه للمباراه باذن الله.